اغتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذه الأمسية صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الشيخ عمار محجوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا عمار مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد، ربي يفتح علينا وعليك. الله يبارك فيك، مرحبا بك، نور خيرا. الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. يوم الميعاد، يوم المصائر، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فئات يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. من بينهم شاب نشأ في عبادة ربه، فمن هؤلاء الشباب؟ شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ أحمد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كثيرون من الناس يعتقدون بأن مرحلة الشباب هي مرحلة للإنفلات، في حين أن الإسلام علمنا بأنها مرحلة مهمة. ولذلك عندما حدثنا عن أهل الكهف قال: إنهم فتية. وهذا الأسلوب في البلاغة يسمى الأسلوب التعظيم، فعندما نقول فلان يعني أتقن هذا العمل فيقول القائل: إنه فلان، دلالة على أن هذا العمل في إتقانه وفي عظمته لا يقوم به إلا الله عز وجل. ولذلك فإن المولى عز وجل يصفهم بهذا الأسلوب الذي ينضح بالعظمة، فيقول: إنهم فتية آمنوا بربهم. والمولى عز وجل وهو يحدثنا عن يحيى عليه الصلاة والسلام، فيقول المولى عز وجل عن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولعلكم تلاحظون بأن المولى عز وجل عبر في هذه الآية بقوله صبيا، كدلالة على أن الشباب لا يبدأ بمرحلة 21 وما إلى ذلك، وإنما يبدأ من مرحلة البلوغ مباشرة. ولذلك فإن المولى عز وجل ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام بحيث بأنه أوتي الحكم صبيا، وذكر أهل الكهف بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم. وذكر مريم عليها رضوان الله عز وجل، التي قالت أمها: إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. منذ صغرها، منذ شبابها، كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام،
وتعجب من صلاح هذه البنت إلى درجة أنها كانت من الذين أكرمهم المولى عز وجل. والمولى عز وجل قد يكرم الأنبياء بالمعجزة ويكرم غير الأنبياء بالكرامة، وأثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. ورد بأنه المولى عز وجل قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأنتم ترون أيها الإخوة الكرام بأنها على شبابها، ولأنها في عبادة الله عز وجل، كانت تعبد الله عز وجل على دين سيدنا أعتقد موسى عليه الصلاة والسلام، أو على دين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فعلا. ولذلك أكرمها المولى بحيث أن سيدنا زكريا عندما يدخل عليه يجد عندها كما يقول المفسرون فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، يسألها أنى لك هذا وليس في المدينة هذا الطعام، فتقول السيدة عائشة السيدة مريم عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأله عز وجل أن يرزقنا ويرزقكم طاعته والإنابة إليه والوفاة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندما ننتقل ربما إلى عالم الصحابة رضوان الله عليهم، إن الصحابة الأجلاء الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتصوروا بأنهم كانوا شيوخا بلحا بيضاء وما إلى ذلك، وإنما كانوا شبابا. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بالحنيفية السمحاء فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب. ولذلك عندما نتكلم عن علي كان صبي، وعندما نتكلم عن بلال كان فتى، وعندما نتكلم حتى عن أبي بكر وعن عثمان وعن عمر، لا تتصوروا بأن هؤلاء كانوا بالغين من السن عتية، وإنما كانوا حينئذ في العشرينات. ولذلكم يعني إن الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شبابا، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة صنع جيلا من الصحابة بل ومن الشباب، وكان من بينهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني من سادة الأنصار. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يعني توفي في 33 أو في 36 من عمره، يعني في ريعان شبابه إن صح التعبير، فقال إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد، ولقد يعني كلف الله عز وجل 70,000 ملك يزفونه إلى الجنة. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء ما ينبغي أن نتصور إطلاقا بأن مرحلة الشباب هي مرحلة للإنفلات، وإنما مرحلة يعني للنضج، ومرحلة للمواقف المتميزة. وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام قليلة، قبل أن يتوفى بأيام، عقد لواء الجيش الإسلامي الذي يذهب لمحاربة الروم، عقد اللواء لسيدنا أسامة بن زيد، ويقال بأن أسامة حينئذ كان عمره 17 أو 18، أيا كان الأمر فإنه كان أقل من 20 سنة. وعندما خرجوا المدينة سمعوا بمرض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف الجيش، وولي الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وقيل له يعني حل هذه العقدة التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام وكلف غيره فإنه شاب صغير، فقال والله ما كان لي أن أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كلفه بأن يذهب إلى بلاد الروم لملاقات الروم
ولكنه استأذنه، قال إن مشاكلي كثيرة في المدينة المنورة، هل تأذن لي يا أسامة؟ فأذن له أسامة رضي الله عنه. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء، عندما نتكلم عن الشباب نتكلم عن مرحلة القوة ومرحلة العطاء ومرحلة البذل ومرحلة التضحية. وإن تعجب فعجب أن تعلم بأن كل الذين فجروا الثورة المباركة كانوا من الشباب. صحيح. ولذلكم فإن الشباب هو الذي كان له الفضل في تحرير هذا البلد، مثلما كان الشباب هم الذين لهم الفضل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الإسلام من بعده. ولذلك فإن سيدنا علي رضي الله عنه عندما عرف هذا، عندما فقه هذا الأمر، قال كلمة عجيبة لو اتبعناها لجنينا ثمارها. فيقول عن الأبناء: دللوهم سبعا، وأدبوهم سبعا، ورافقوهم سبعا. فلعلكم ترون بأن مرحلة المرافقة تبدأ من سن 14 أو 15. ولعل الكثير من الناس يعتقدون بأنه في هذه المرحلة ينبغي أن يجعلوا بينهم وبين الشباب برزخا، أن يجعلوا بينهم وبين الشباب حاجزا، فلا يكلمونهم ولا يحضرونهم إلى مجالسهم ولا يذهبون معهم إلى المسجد ولا إلى المجالس العامة، في حين أن عليا رضي الله عنه قال: رافقوهم سبعة. يعني عندما تذهب إلى المسجد فليكن معك ابنك، وعندما تكون في مجلس علم فليكن معك ابنك، وعندما نكون في مجلس صلح ذات البين فليكن معنا أبناؤنا. فإن أبناؤنا يتلقون الأدب والتربية بالتلقي عن الآباء. ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء، نحن الذين بإمكاننا أن نصنع من أبنائنا شبابا في المستوى، أو لعلهم يكونون مقصرين بعض الشيء. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء، علينا أن نعلم بأن علينا أمانة. هذه الأمانة تتمثل في أننا لسنا مطالبين فقط بأن نلد ونترك الشباب، الشارع هو الذي يربي، وإنما أن نلد ونربي ونشرف. ولذلكم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يؤمر برجل إلى الجنة، خذوه إلى الجنة، ويكون ابنه قريبا منه ولعله يخاف أن يؤمر به إلى النار، فيمسكه من تلابيبه ويقول له: يا رب، لقد كان يعلم ولم يعلمني، ولقد كان يعرف ولم يعرفني، أو حديث بهذا المعنى. ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء، نحن كآباء وكأمهات مطالبون بأن نرافق أبناءنا وأن نرافق بناتنا. ما ينبغي أن نتركهم هكذا للشارع، أو أن نتركهم للتواصل الاجتماعي، أو أن نتركهم لهذا العالم الذي ربما لا يرحم، فيقعون في أمور قد يكون أنه ليس من المناسب أن تذكر الآن. ولذلكم أبناؤنا إن استقاموا فنحن كأولياء هم الذين كانوا سببا في استقامتهم، وإن لم يستقيموا فنحن كأولياء هم الذين ربما كانوا سبب الذين كانوا سببا في عدم استقامتهم. لا أقول هذا الكلام من أجل أن أنتقد، وإنما أقول هذا الكلام من أجل أن نحفز. كلنا لهم أبناء وكلنا لهم بنات، وأنتم تعلمون بأن الكم المعلومات الذي طم وغم من جميع الجهات ربما لا يرحم. ولذلكم عندما أراقب أبنائي وعندما أراقب بناتي، لا أراقبهم بأن أصبح شرطيا في البيت، وإنما أراقبهم بأن أكون مرافقا لهم، المرافقة الإيجابية التي تجعلهم ربما يكونون في المستوى. ثقوا أيها الإخوة الأعزاء أننا إذا اهتممنا بشبابنا وعلمنا بأن الشباب إن صلح صلح المجتمع، وإن فسد ربما فسد المجتمع، إننا إذا علمنا ذلك
علمنا بأن العناية بالشباب من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ربما ومن يعني الأمور الرائعة التي نشأت في بلادنا منذ أيام قليلة أو منذ أشهر قليلة، هي ربما إنشاء المجلس الأعلى الوطني الأعلى للشباب، أو ولعلي لم أذكر اسمه، ولكن المهم أنه اهتم بهذه الشريحة باعتبار أن شبابنا يعاني من طوام، ويعاني من ربما سيل جارف من المعلومات التي قد تضر، ومن الأفكار التي قد لا تنفع. فإن وجدت أسرا في المستوى، ووجدت أمة في المستوى، ووجدت نظاما ودولة في المستوى، فإننا إن شاء الله نستطيع أن نصنع المعجزات، ونحن دائما نصنعها، والله ورسوله أعلم بالخطأ والصواب، وإليه المرجع والمآب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأستاذنا عمر محجوبي، وأحسن الله إليك. وقد توقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة ربه. وفقنا الله وإياكم أيها الأفاضل إلى خير العبادة، وأعاننا وإياكم على كل خير. قبل البدء شيخنا، سيدة أم شمس الدين تطلب منكم الدعاء لها بالخير والشفاء مما هي فيه من علة، والحاج محمد من العاصمة أيضا يبلغكم السلام، وهو من الذين من كثر من الذين يحبونكم على هذه القناة ويبلغونكم السلام، وكل متابعيكم عبر هذه القناة الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. عليك وعليهم كثير السلام، وجزاهم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا أن أحببتموني، فلعلي بحبكم ألقى المولى عز وجل على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإني لأحبكم في من أحببتموني من أجله، وجزاكم الله خيرا جميعا. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات، وهذه أرقام التواصل المفتتح بإذن الله العاصمة، ومنها أمة الله. أختنا أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام سيدة أمة الله، مرحبا بك. يسلمك. السلام على شيخنا فاضل. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعني بالمناسبة نرحم على شيخنا الفاضل أبو عبد السلام. الله يرحمه برحمته. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يرحمه برحمته. عندي سؤال أستاذ أحمد، عندي سؤال في الميراث. في الميراث. طيب. سألت يعني سؤال حيرني السؤال هذا. أيوه. الأب ديالي ولد توفى في 2019. شوفي سيدة أمة الله، صبري علي شوية فقط، زكريا الصوت داخل الاستوديو شيئا ما ضعيف، نرجو إن شاء الله. وسيدة أمة الله إذا كان موقع أفضل من الذي أنت فيه، لأني راني نحس بالصوت بعيد هكذا. تفضلي. أيوة الميراث. الولد ديالي توفى في 2019. الوالد. الوالد توفى في 2019. الوالدة توفت في 2020. أيوة. الأب رحمهم الله، ربي يرحمهم. يا ربي يا ربي. الأب الذي بيشمو ترك منزلا، منزل، وترك أختين شقيقتين، أنا والأخت ديالي. أيوة. وترك أخ شقيق وأخوين غير شقيقين. أيوة. الوالدة رحمها الله تركت أخت شقيقة وأخ شقيق. أيوة. وتركت أيضا أخوات غير شقيقات وإخوة
غير أشقاء. أيوة. الأخ ديالي توفى قبل الأب. دقيقة دقيقة الله يرضى عليك. كاين عندك أخ أخ الأخ ديالي رحمه الله توفى قبل الأب. هذا أخ شقيق. هذا أخ شقيق. نعم أخ شقيق، هذا أخ شقيق توفى قبل الأب غير متزوج. أيوة. سؤالي كيف يعني كيف يقسم الميراث، ومن هم الورثة؟ حبيت نعرف شكون هم الورثة، كل واحد باش يجاوبني وش كل واحد يقول لي من هم الورثة، شكون يعني تقصدين من يرث؟ أستاذ أحمد تقصدي سيدة أمة الله من يرث ومن لا يرث؟ من يرث وكيف يتم تقسيم الميراث؟ يتم عندي سؤال ثاني إذا كان ممكن بعد إذنك. تفضلي أستاذة سيدة أمة الله. سؤال ثاني إذا كان ممكن أستاذ أحمد. هل أبناء الأخ المتوفي هل يرثون من عمهم؟ أبناء الأخ المتوفي هل يرثون؟ هل العم ميت هذا؟ أبناء العم المتوفي هل يرثون من عمهم؟ العم هذا هو أبي، الأب تاعي يعني. هل أبناء العم المتوفي يرثون من عمهم؟ هل يرثون من عمهم؟ من عمهم. أيوه. من عمهم المتوفي اللي هو الولد تاعي يعني. أبناء عمي وأبي يعني. واضح ان شاء الله. العم ديالي متوفي، توفى شقيقه، هو شقيق متوفي رحمه الله. وقتاش توفى؟ قبل الأب؟ توفى قبل الأب. أيوة. في 2015. واضح ما شاء الله. هذا مكان؟ سيدة أمة الله من العاصمة؟ هذا مكان؟ هذا هو. أي. ما عندي سؤال واحد آخر، شكرا. مرحبا. ربي يكون في عونكم إن شاء الله. تفضلي سيدة أمة الله، تفضلي. كملت سؤال ثاني، هذا ما عندي. مرحبا بك. مرحبا بك. ربي يكون في عونكم إن شاء الله. إن شاء الله سيدة أمة الله. لا أدري، لا بالنسبة لهذا السؤال شيخنا فيه كثير من الأوجه، معليش نجاوبوا عليه فيما بعد في الميراث. غدوة إن شاء الله. إيه أحسن، لأنه فيه نخلوا له شوية وقت إن شاء الله سيدة أمة الله مع شيخنا ربي يحفظه، غدوة يكون معنا. سنناقشه بالراوية لأنه المسألة فيها بعض الأوجه، نضبطوه مع شيخنا إن شاء الله وغدوة يعطيك إجابة شاملة كاملة، لأنه فيه شوية تشعبات. وحفظكم الله ورعاكم. أيوة أمين، بارك الله فيك. نسلم سيلة أختنا هاجر. أخت هاجر من مسيلة، لا بأس طولنا عليها إن شاء الله. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. أيوة. الله يبارك فيك. ناس مسيلة. لا بس إن شاء الله. عند دفلة سيدة فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة فاطمة الزهراء. على صلاة الفايتة. أيوة. واش بها سيدة فاطمة؟ بعد العصر وبعد الصبح يعني كما نصلوا الصبح قبل الشروق وبعد العصر الصبح هكا راح يكون عنده الوقت، ولا لما تصلاش انا حبيت نسقسي الشيخ. وكاين عندي سؤال ثاني. ايوه. الانسان كيكون الزوج كيكون مشكاك موسوس. أيوة. هذا اللي عنده شك، واش العلاج نتاعه؟ متشكك وموسوس. يقول لي بالله في الديب يعني بالله في الدواقي، يقول لك ديت ولي دراهم، يقول تعيا تحلف له، تعيا ما تأمنش راسك، حاجة تجبدهم تقول أنت صح صح صرات بصح ما يكاش منها.
لست مكة تحلف له بسم الله تحلف، يقول لك لا لا شتك في شتك، صدتك في الليل، صدتك تسرقي، صدتك رحتي درتي حاجة مش مليحة، مش عارف كيش مش تعيد تبرر له. طيب معليش سؤال سيدة فاطمة الزهرة، هذا قديم ولا غير كيف؟ هذا أمر قديم ولا غير كيف؟ كامل لك واحد 10 سنين ولا 10 سنين، يعني غير لما كبر. ايه هو انت راهي كبر مش صغيرة، مش صغيرة، كيعرف المرأة راهي 65، هو راه في 80. في 80، الله أكبر، الله يهدينا سبل السلام إن شاء الله. دوك ينصحنا شيخنا إن شاء الله، وربي يقويك إن شاء الله. ربي إن شاء الله دعينا، ربي يصلح أحوالنا جميعا. سيدة فاطمة الزهراء ندعو لبعضنا إن شاء الله الحاجة، فاطمة ندعو لبعضنا إن شاء الله، الله يصلح إن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يجازيكم إن شاء الله. كي نحسوا بالحصة هذه نتونسوا. الله يبارك فيك سيدة فاطمة الزهراء، الله يبارك. شوف بنادم راه يكبر ماهوش يصغر، باش ينتهم تهمة اللي ما تصورش في العقل. على بالي الحاجة، الله يصبرك ويقويك ويهدينا جميعا. الكبير يظل يبكي، الله يهدينا ويهدينا ان شاء الله. سلام عليك. سلام الحاجة فاطمة الزهراء، سلام ورحمة الله. هو شيخنا واضح انه كاين امور منعها الحياة ان تذكرها، فان شاء الله نصحه في هذا المسألة، وربي يجعلنا كبار ان شاء الله في المعنى والمبنى. ايوه نسبتنا سي عمر، سي عمر من باتنا، لا بأس تأخرنا شوية عليه إن شاء الله. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أذكر فقط أن السيدة أمة الله من العاصمة، مسألة الميراث نؤجلها إلى غد بحول الله، الله يطول في الأعمار وإن شاء الله يفصل فيها شيخنا عمار غدا بحول الله. سيدة فاطمة الزهراء من عين دفلة شيخنا عمار تقول: الصلوات الفائتة هل تقضيها بعد العصر وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟ الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة النهي يتعلق بالنوافل. أيوة النهي يتعلق بالنوافل. نعم. أما الفرائض التي فاتت ولم نصلها نصلها في أي وقت كان دون أن يكون دون النظر إلى وقت الحرمة بالنسبة للنافلة أو وقت الكراهة، ولذلك بإمكانك أن تقضي الصلاة الفائتة في أي وقت كان، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا. سؤالها الثاني وانشغالها الثاني بزوجها المتشكك بعد هذا العمر، خلال 10 سنوات الأخيرة يعني بين 70 و80، أصبح يشك في كل شيء، موسوس، ركي رحتي ورحتي شفتي إلى غير ذلك، وهي يشهد الله تجلس بيتها وتقول بأن الواحد يعني بما يستأنس في هذا العمر، تطلب منكم الدعاء بصلاح الأحوال والنصح في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل للأخت الكريمة أن ترزق بسعة البال. أمين. لأنها تعيش مع مبتلى، فالمولى عز وجل يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وزوجك ما من شك بأنه مريض، وبالتالي لا تتعاملي مع ما يقوله من كلام تعاملا كأنك عوملت به من طرف إنسان صحيح أو إنسان في كامل قواه العقلية، وإنما عليك أن تتعاملي معه بالتي هي أحسن، باعتبار أنك تقولين بأنه مريض بالوسواس، وقد يشتد هذا الوسواس فيصبح وسواسا قهريا. ولذلك يعني من أجل العشرة التي تمت بينكما والحياة التي عشتموها يعني في سعادة وما إلى ذلك، حاولي بقدر استطاعتك أن تتجاوزي على ما يقوله، فاعلمي بأنه لا يقول ذلك وهو في كامل قواه العقلية، احتمليه واعلمي بأنك مأجورة على ذلك. ونسأله عز وجل
أن يعطيك من الطاعة من القوة ومن الإرادة ما يجعلك حسن، يعني المرأة التي تكون في المستوى إن شاء الله. ونحسبك كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هذا إجابة على الحجة فاطمة الزهراء من عين الدفلة. إليكم مجددا العاصمة سيدة عائشة. نعم سعد أخويا. مرحبا أخت عائشة. الملك الإسلامي أهلي طهم تاع فوائد مانيش عارفة لا حرام لا حلال في البنك الإسلامي. عطاوك فوائد. وعندي سؤال. استني بارك علينا شوية سيدة عائشة. أنت درتي قرض حسن ودرتي إسلامي في البنك الإسلامي. عطاوك أرباح. ايه هذوك الارباح ما هذوك الارباح بانوا لك فوائد. ايه مانيش عارفين دوك ما يسميناش لا حلال ولا حرام. واضح ان شاء الله يبين لنا شيخ. نزيد نزل لي سؤال. تفضلي. واحد اللي يكون في صغر مولا 16 15 سنه كل صغير ما يعرفش هي كرمضان ما عرفش لك لا 4 ايام ولا 5 ايام ولا هو المهم ردهم وواسع عليهم خرج عليهم دراهم طاب شرب جمار جحمش سمسم. أيوة. كان صغير. كيف هذوك يعني خلاص كي رجع ودي وبل عليهم رجع 15 يوم. وخرج عليهم دراهم يعني كيفاش؟ هذوك كيف يزيد يسباق يزيد يسوم كيفاش؟ هو يعني كي كان 15 سنة فطر. أي هذا كان صغير. أي صغير فطر. أيوة. هو كان قاعد مسبس عليهم قال لك ما نجعف. كنت ما نعرفش ذيك الوقت. واضح. كبير ماهوش كان دوك كبير ماشي بتاع هو رجعهم وخرج عليهم دراهم. يعني رجع قريب 10 ايام. والله رجع 15 يوم وقيله ولا 16 رجع الدوبل. واضح ان شاء الله واضح. ان شاء الله. ان شاء الله الحاجة عائشة نجاوبوك ان شاء الله. صح اخويا يبقى على خير. الله يبارك فيك مرحبا بيك وبأسئلتك ان شاء الله. الله يبارك فيك. من العاصمة إلى قال ما علي. السلام عليكم. سلام عمي علي مرحبا بك أخوي. أنا عمي علي. نعم. إذا قدرك ربي يعني اختار مكان أفضل راه الصوت ضعيف شوية. أيوة أيوة خير يعني يكون فيه التغطية مليحة. ايوه رانا نستناو فيك هكذا ما تسمعش مليح. تفضل عمي علي معليش نحاولوا نسمعوا. قلت لك انا مريض شويه عندي سكر وعافاكم والله جبت مرض بالكونسير. الله يجيب الشفاء ان شاء الله. ايوه وكنت من الطبيب اللي يعالجني قال لي لازمك ما تقضيش وكنت في رمضان هو قال لك ما تقدرش تصوم واش درت؟ ما صومتش ما قدرتش 20 يوم. كلا 20 يوم 20 يوم ايوه. ومن بعد درت العمليه روحي بغيت شويه رجعت هذيك اليامات اللي كليتهم. رجعت رمضان كامل 20 يوم. ايه اليامات اللي كليتهم هذوك عاودت رجعت. ايوه. يدركوا شيء والمطلوب مني يكتبوا ما كشمه هي. ما هو المطلوب مني؟ الله يحفظك إن شاء الله وربي يبارك فيك عمي علي. ربي يحفظك. تفضل. إيه تفضل. أنا عندي إمبوش جيني أيوة إمبوش في جيني واضح. أيوة انا ما نقولش عافاك الله من مكان محتاج. ايوه نقول من في البوش هذه في الجين هذاك في الجنب. الحكم نتاعها لا لازم كل نص ساعه نزيد نرخى كل نص ساعه وكل مره لازم يكون واضح. هل أعيد الوضوء كل مرة؟ نعم. كل مرة أفرغ فيها الأكياس. إيه
في جنبي والمظهر هذا جنبي انا الصحبه في جنبي. واضح ان شاء الله واضح هكذا. عمي علي زيد هذا مكان. مرحبا بك مرحبا بك عمي علي وربي يشفيك ان شاء الله. ربي يشفيك ان شاء الله والتحيه لناسنا في قلمه جميعا ان شاء الله. ايوه امين رضي الله عنها وارضاها. عين دفله حفصه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام الله عليكم. تعالى وبركاته. عندي سؤال بشأن الصلاه. الصلاه ايوه. تارك الصلاه هل يعتبر كافر ام لا؟ تارك الصلاه هل يعتبر كافر ام لا؟ نعم. هل يعتبر كافر ام لا؟ دوك انت شكون راكي تقصدي؟ زوج ولا اخ ولا اب؟ لا كأخ كأخ كأي واحد زعما تارك الصلاة مسلم. هو مسلم صح ما يصليش. كأي واحد واضح تارك الصلاة هل يعتبر كافرا؟ اي والله يهديه واللي يصلي بركة. سيدة حفصة سؤال ثاني. هذا مكان شكرا. مرحبا الله يهدي ما خلق ان شاء الله. امين شكرا. صح ما يبارك فيك. اشكون صح امين بارك الله فيك. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. وعلى بركة الله نبدأ وعلى بركة الله نعود لانشغالاتكم. والمفتتح والبداية من العاصمة ومنها السيدة عائشة. سيدة عائشة شيخنا تقول جوها درهم في عندها معاملة في بنك إسلامي ما فهمت يا هادو فوائد والله أرباح هادو حلال والله حرام تديهم ولا ما تديهمش؟ والله نحن علينا الظاهر والله يتولى السرائر. هذه المؤسسات تقول بأنها بنوك إسلامية تتعامل بالمرابحة وبالمضاربة وبالشركة المتناقصة وبعدة صيغ يعرفها الاقتصاديون. ولذلك ما دام البنك يصرح وله مستشارون شرعيون ويقولون بأن هذه المعاملة إسلامية نقول بأنها إسلامية. لأن هذه المؤسسة يعني فيها يعني متخصصون في هذا الميدان. يبقى الآن ما ينبغي أن ننظر إلى نسبة الفوائد مقارنة إلى نسبة الربح مقارنة بالنسبة للفوائد في البنوك الربوية على سبيل المثال دون أن نشخص، وإنما نحن نتكلم في مسألة علمية. نقولون إن الفرق بين الحلال والحرام كلمة، فعندما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة هكذا دون عقد شرعي تسمى زنا. وعندما يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي ويقول الزوج قبلت تصبح زواجا شرعيا. ولذلك الفرق بين الحلال والحرام كلمة، وبالتالي أيضا الفرق بين الربا والمعاملة الشرعية هي كلمة. وبالتالي لا ننظر إلى نسبة الفائدة. بعض الإخوة يقول لك انظر إلى نسبة الفائدة التي تأخذها البنوك الإسلامية مقارنة نسبة الربح التي تأخذها البنوك الإسلامية مقارنة بالفوائد التي تأخذها البنوك غير الإسلامية، نجد بأن هناك نوع من المبالغة في البنوك الإسلامية. لكن الذي يشفع لهذه البنوك أن هذه معاملة ليس فيها ربا وتلك معاملة ليس فيها ربا. صحيح أنه قد يكون في هذه المعاملة التي ليس فيها ربا قد يكون هناك غلو في الربح، صحيح. ولكن مع ذلك تسمى معاملة ليست ربوية. وننصح البنك من أن يعني يكون يعني أن يكون وسطيا في أخذ الربح الذي يأخذه. ولذلك البنوك الإسلامية بل كل البنوك هي الآن تفتح نوافذ إسلامية، نوافذ عن طريق المرابحة أو عن طريق المبارك المضاربة وما إلى ذلك.
حتى البنوك التي قد نعتقد بأنها ليست إسلامية ولكنها الآن تتحول شيئا فشيئا إلى معاملات إسلامية. ما ينبغي أن نقف أمام ذلك ونقول هذا لا يجوز وهذا كذا، وإنما نشجع كل ما يمثل عودة إلى المعاملات الإسلامية. وبالتالي جاز الله إخواننا قدموا للناس بديلا، والذين اطمأنوا لهذه المعاملات عليهم أن يتقدموا ولا حرج في ذلك والله أعلم. لسنا نتوجه بالنقد أو الانتقاد إلى غير هذه إلى البنوك الأخرى والله أعلم. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. تسأل أختنا عائشة من العاصمة شيخنا أن رجل لم يكن يدرك عندما كان في عمري 15 عام فاستهان في أمري الصيام وأفطر ما بين 5 أيام أو أكثر بقليل، تأخر حتى كبر ثم قضى عوض 5 أيام 15 يوما والفدية نتاع التأخير، وكان صغير يقول ما يعرفش، لكنه على رغم ذلك ما زال ينتاب قلق من فعله في صغره، فبما توجهونا؟ نقول لو جزاك الله خيرا اطمئن ولا تقلق فإنك فعلت ما عليك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وربما دليل ذلك أنه جيء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمة زانية من أجل أن يطبق عليها الحد، وسيدنا عمر خبير ليس متسرعا في أخذ الأحكام وهذا حرام وهذا لا يجوز، وإنما سألها يعني أكنت تعلمين قبل ممارسة هذه الفاحشة أكنت تعلمين بها أنها حرام؟ قالت والله ما كنت أعلم. فعفى عنها وذهبت إلى حال سبيلها. ولذلك العلماء يقولون من شروط التكليف بلوغ الدعوة، وبلوغ الدعوة معناه بالنسبة لنا نحن معرفة هذا الدين، وهذا الشاب لم يكن يعرف، وهو شاب صغير، ومع ذلك عندما علم قضى وقدم الفدية. نقول له كفر الله من أمثالك في التزامك وليس في تسيبك، ومع ذلك فإنك لم تتسيب والله أعلم. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. إلى عم علي من قال ما شيخنا ويقول بأنه مريض بالسكري وعنده المرض الخطير، ربي يعافينا ويعافيكم، والطبيب اللي عالجه قال له ما تستطيعش تصوم، فلم يصوم من رمضان 20 يوما إلى أن كتب الله دار العملية. غير دار العملية رجع 20 يوم، ويقول ما المطلوب مني الآن في الصوم؟ والله أنت قد أرجعتها الأيام التي أفطرتها، وإن كان عادة فإن الأطباء، لست طبيبا ولكني أسمع بعض الأطباء يقولون هذا الكلام، يقولون إن مريض السكري ما ينبغي له أن يصوم، وبالتالي ينتقل إلى حالة المرضى مرض مزمن، بحيث يفطر وإن كان ميسور الحال يقدم عن كل يوم فدية، وهي حفنة من الطعام. ضف إلى ذلك أنك مريض بالمرض الذي ذكرته، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي جميع المسلمين. يا أخي الكريم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، أمين. ونسأله عز وجل أن يكثر من أمثالك في حرصهم أو في الحرص على يعني متابعة هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يجزيك ويجزينا ألف خير بإذنه تعالى، آمين يا رب العالمين. عم علي شيخنا أيضا ربي يعافينا ويعافيه إن شاء الله، عنده المخرج في الأكياس الخاصة إلى ذلك فيما تعلق، ويقول بالنسبة للوضوء أنا أفرغ هذه الأكياس كل مرة، هل كلما فرغتها أعيد الوضوء أم لا أتوضأ حتى لأمر آخر؟ هذه من الأمور المحدثة التي ربما لم يعرفها يعني الناس قديما، وربما قياسا على الأمر العادي، فإن إفراغ هذا الجيب يعتبر ناقض للوضوء، لكن إذا وجدت في ذلك عسرا
فأنت من أصحاب الأعذار، أنت معذور في أن تنتقل إلى التيمم أو أن تتوضأ لمرة واحدة وتجمع بين الظهرين وتجمع بين العصرين، وبالتالي يقل عليك هذا الحرج. وإن كنت متعبا لا تستطيع أن تتوضأ، انتقل مباشرة إلى التيمم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا ويوفقك إلى الخير بإذنه تعالى. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. أختنا حفصة من عين الدفلة تسألكم، تارك الصلاة هل يعتبر كافرا؟ ما عليه أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية من الناحية العقدية، والمالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، ما عدا بعض الحنابلة الذين قالوا بأن تارك الصلاة كافر، ولست أدري هل يقصدون به الكفر المخرج من الملة أو كفر النعمة كما يقول الفقهاء. فلقد ورد أن من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. العلماء يقولون الكفر المقصود ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما كما بوب الإمام البخاري باب كفر دون كفر. وبالتالي بعض الأحاديث التي ورد فيها كافر فإن العلماء تعاملوا معها بالشكل التالي، أن كلمة كافر في هذه الأحاديث يقصد بها كفر النعمة الذي لا يخرج من الملة. وبالتالي هل تارك الصلاة الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هل هو كافر؟ لا يعتبر كافرا إطلاقا. صحيح أنه فاعل لكبيرة من الكبائر، وبالتالي فإنه إذا مات يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه، زوجته لا تخرج عنه، أولاده يرثهم ويرثونه. لأننا يا أيها الإخوة الأعزاء إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر فإن ما يترتب على ذلك يقف له الشعر ويندى له الجبين، ينبغي أن يفرق بينه وبين أهله، ولا يتوارثون فيما بينهم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه إطلاقا. وبالتالي مفتاح الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج وتطبيق جميع فرائض المسلمين. لكن إن كانت إرادة الله غير ذلك وكان الإنسان مسرفا على نفسه، فلعل الله عز وجل يعني يتجلى عليه برحمته ويعود للإسلام عودا جميلا، ويعود للصلاة عودا جميلا. وبالتالي عوض أن نقول هل هو كافر أو مسلم، ندعوه للصلاة، بل إننا نتألف قلبه للصلاة. إذا كان لقيناه يحب الخضرة الفاكهة نشروا له الفاكهة، إذا كان يحب الكاشي مرة على مرة يعطي له الواحد مليون، يعني مرة على مرة يعرضوا إلا يكرموا، كل ذلك من أجل أن يتألف قلبه. لأننا إذا حكمنا عليه بالكفر زدنا القضية تأزيما ولم نحل المشكلة. ومع ذلك يحترم رأي بعض فقهاء الحنابلة الذي لا تعرفه هذه البلاد إطلاقا. فنحن من أتباع الإمام مالك رضي الله عنه، ومن أتباع الأشعري، ومن أتباع الجنيد، وهؤلاء جميعا يقولون بأن تارك الصلاة مسلم، يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه، يرث ويورث. ونسأله عز وجل بعد ذلك أن يأخذ بيد أخينا هذا الذي لا يصلي، أن يأخذ بيده إلى الصلاة بإذنه تعالى. والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا عمار وأحسن الله إليك. إلى سطيف، ومنها السيدة أم جمال الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدة أم جمال الدين، تفضلي. تفضلي. نقول لك أنا بنتي حوتي ديال كل 20 شقة على طريق البيت. عاودي لي برك كيفاه؟ زوج راجل بنتي. أيوا.
يحوس يشري الشقة عن طريق البنك. أيوة. أها. وهما هو خاف ليكون حرام، هو ما عندوش مخلوق، ما عندوش كفاهي، ما عندوش مدخول ولا عنده ورث ولا كاري برك، وخاف ليكون حرام. قال لك ما نديرش الحرام لولادي سكنوا في حاجة حرام، وقالوا له تبع البنك الإسلامي، وهو متعاملين مع البنك هذا اللي راح يدي السكنة، لو خاف ليكون حرام حاب تهنيه وتقولوا له كيفاه يدير. هاي الملف نتاع السكنة نتاع واش به؟ كيفاه؟ ملف السكن نتاعو اللي هي ملف العادي. هو كاري بارك ما عندوش الكراء واضح. كاري مام بيوت تما ماهوش ثاني ماشي ساكن ثاني في رزقه، تما ما عندوش كيما نقولوا حنا طفوا يستنى ورث ولا حاجة ولا الله يغنيه. وخاف يكون في عنده يدير الحرام لوليدات، عنده زوج وليدات. الله يغنيه إن شاء الله، عندكم زوج وليدات. الله الله يبقي ستر ان شاء الله سيده ام جمال. وانا نحاول تدعيوا لي ان شاء الله، ان شاء الله يعطيني ربي العقل باه ما نتقلقش ونكون بوليدي عندي طفير. العقل وكيفاه؟ يعطيني ربي العقل ونعود يعني نتكلم شويه، قلقه بزاف، مريضه بالاعصاب، عندي يعني بيليبسي، نتقلق بزاف وديما ماشي مليحه. ادعيوا لي برك ان شاء الله نرتاح وربي يبني مليحه ان شاء الله. ربي يهدي سرك ان شاء الله سيده ام ان شاء الله يا ربي امين. الله يهنيك. دوك شيخنا يدعي لك وتهلاي في سي ابو جمال الدين غير بشويه عليه هذا الكرا هذا اللي شرا هذا غير بشويه ان شاء الله. هكا سيده ام جمال الدين ربي يحفظك. شكرا. تحية النصطيف. أخيرا عز الدين طرف. السلام عليكم. أهلا سي عز الدين. السلام عليكم. السلام عمي عز الدين مرحبا. بارك الله فيكم على الحصة عادة وربي يجيكم إن شاء الله. إن شاء الله عمي عز الدين تفضل. السؤال الثاني ما هي علامات حسن الخاتمة؟ علامات حسن الخاتمة الله يعطيها لنا بكل إن شاء الله. السؤال الثاني يقول الله تعالى وإذا بلغت التراقي وقيل من راق، ما معنى مراق والتراقي؟ تراقي وقيل مراق. واضح ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا عمي عز الدين مرحبا بك. مرحبا بك. ايوه شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك. هذا السؤالين الاخيرين نبداو لها بالدعاء جاب لي ربي. يا رب. يا رب ان شاء الله. سيدة ام جمال الدين الزوج قليل ما عندوش ينوي يشري بالبنك ولكن خايف رب العالمين في الربا، ونصحه بأنه يروح للمعاملة بالبنوك عفوا شبابيك البنوك الإسلامية. واش ننصحه سي أبو جمال الدين؟ ننصحه بأن يسارع إلى ذلك. أيوة. لأن هذه لأن التعامل مع شبابي الشبابيك الإسلامية أو البنوك الإسلامية يعتبر بيعا وليس ربا، لأن المولى عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا، وبالتالي سارع ويعني نسأله عز وجل أن يرزقك بسكن واسع في أقرب الآجال بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله رب العالمين ربي يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. أيوة الدعاء للسيدة أم جمال الدين شيخنا، أي طايحة على السيدة أبو جمال الدين شيرين نادرنا. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، ولعله يعني تعرف على ملامحه فقال لا تغضب، قال أو غير ذلك يا رسول الله، يعني أو كرر عليه كلمة أوصني قال لا تغضب، كرر عليه كلمة أوصني قال لا تغضب، وبالتالي أنت أيضا حاولي ألا تغضبي بقدر الاستطاعة، إذ كنت غاضبة وأنت واقفة اجلسي إلى الأرض، وإن كنت جالسة قفي، وإن كان الحمام قريبا منك أو المكان الذي تتوضأ اذهبي وتوضئي وصلي ركعتين واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. أكثري من قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جربي هذا الأمر ولعلك ستتصلين وتقولين إن الغضب قد ذهب بإذن الله، وإن عاد مرة أخرى أكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والوضوء وتغيير الوضعية، فإنك ستطمئنين بإذن الله عز وجل. وكوني عونا
لزوجك فإن عليه من الأثقال من الأحمال الثقال يعني أحمال كثيرة جدا جدا، وبالتالي عوض أن تغضبي وتزيدي الأزمة أزمة حاولي أن تبعدي هذا الأمر، وسترين بأنك سترتاحين والزوج يرتاح ويمتلئ القلب ويمتلئ البيت بالطمأنينة والسكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك على هذه النصيحة. يعني الأزواج احنا في الجزائر غير يتهلاوا في بعضهم، لأن باش يحملوا الثقل مع بعض شيخنا، لأن الثقل واحد بلا الآخر ثقل كبير إن شاء الله، وتربية الأولاد ولدين إن شاء الله الله يبارك فيهم في زوج ويجعلهم أمين أمين أمين. عزة لهذا الوطن ولوالديهم. عز الدين من عمي عز الدين مضطرف يسقسيكم شيخنا، ما علامات حسن الخاتمة؟ العلماء يقولون الطاعات تولد الطاعات. فإذا وجد الإنسان نفسه قد وفق للصلاة ووفق للزكاة ووفق للصوم ووفق للحج ووفق للذكر ويشعر بالألم تجاه الفقراء والمحتاجين، يؤلمه ما يؤلم الأمة الإسلامية وما إلى، هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، لأن المولى عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي عليكم أن تكونوا دائما في طاعة، إما في صلاة، إما في ذكر، إما في عمل، إما في إتقان هذا العمل، إما في تقديم خدمة للأمة. فإذا جاء ملك الموت يجدك على طاعة وتنتقل إلى الله عز وجل على حسن الخاتمة. ونسأله جميعا أمين أن يحسن خاتمتنا جميعا بإذن الله عز وجل. ومع ذلك فإن المولى عز وجل له نفحات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما ينبغي أن نحكم على من رأيناه على غير طاعة بأنه من أهل النار، لعل الله عز وجل يغير الحال من حال إلى حال. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع، استغفر الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. ولذلكم حسن الخاتمة أن يكون الإنسان في طاعة، تطبيقا لقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعض الخلق يحبهم المولى عز وجل، فرغم إسرافهم ورغم بعدهم إلا أنه ييسر لهم يعني الإقبال على المولى عز وجل في آخر أيامهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين يا رب. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليك. الآية الكريمة اللي أشار لها عم عز الدين مضطرف، بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ونحن قد بدأنا في مستهل هذه، شاب نشأ في عبادة ربه، بها بهذين المعنيين نختم هذه اللقاء، بقينا دقيقتين شيخنا تفضل. هو الكلام في القرآن الكريم ما ينبغي أن يكون إلا بعلم، لكن مما أعلمه أن التراقي هي الترقوة، هي عضلة ربما في آخر الجسم لعلها قريبة من الحنجرة أو ما إلى ذلك. وبالتالي الروح يعني عندما تخرج تمر على التراقي، وهذه المرحلة تسمى الغرغرة أو تسمى سكرات الموت وما إلى ذلك. وقيل من راق، هذا استفهام إنكاري، الراق هو الذي يرقي، أي من الذي يكون سببا في أن يرجع هذا الأخ الكريم إلى حالته الطبيعية، وهو استفهام إنكاري، يعني لا يستفاد من هذا الاستفهام السؤال وإنما النفي. أي من راق، أي ليس هناك من يرقي الإنسان إذا بلغت الروح الترقوة، لأنه في السكرات الأخيرة من الموت. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بحسن الخاتمة، وأن يجعلنا من أهل جنته وطاعته، وأن يهدي شبابنا إلى ما فيه الخير، وأن يوفقنا ويوفقهم إلى ذكره وشكره وحسن طاعته. واعلموا بأن أبناؤنا أكبادنا، أبناؤنا أكبادنا،
تمشي على الأرض. وبالتالي قد يقول القائل إن الشباب قد فسد وإنهم قد ظلوا. يا أخي هؤلاء أبناؤنا، لا نريدهم أن يفسدوا ولا نريدهم أن يضلوا، وإننا نعمل بقدر استطاعتنا أن نمد يد أيدينا لهم. نسأله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع أبنائنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد، والله أعلم. شيخنا عمار شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وغدا لنا لقاء بإذن الله. السلام عليكم.